Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. الغزالات ديالي لاباس عليكم هانيين، كنتمنى يا ربي انكم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم غادي تتبعوا معايا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله البنات غادي نهضروا على واحد الموضوع حساس شي شويه، ماشي بزاف، غير شي شويه ما تخافوش. وغادي نبارطاجي معكم واحد المنتوج واعر بزاف البنات. عرفتي شنو؟ خطير 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 خطير. جربته اختي بوشا وعاود جربته انا، حمقني ما نكذبش عليكم، شي حاجه واعره غادي نبارطاجيها معكم اليوم. ولكن قبل غادي نقول لكم، بغيت هاد الفيديو توصلوا ليا واحد العدد كبير ديال لي لايك، لايكيو ليا هاد الفيديو هذا مزيان البنات، وبارطاجيوه مع البنات حيتاش فريمون غادي يهمكم ويهمهم حتى هما. فبارطاجيو ليا الفيديو وما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كاع الجديد ديالي. مرحبا بكم كاملين عندي في القناه، هاد القناه ماشي ديالي وانما ديالكم نتوما، تابوناو فيها وحاولوا انكم دائما ديروا لي جيم باش تطلعوها وتوصلوها لواحد العدد كبير ديال الناس. المهم البنات اللي ندخلوا دابا في الموضوع، الموضوع اللي غادي نهضر عليه هو البيطان. البيطان يعني شرح من اللح من الاخر. بيطان البنات، بزاف ديال البنات والعيالات وبزاف حتى الدراري، حتى الدراري هاد الفيديو والله العظيم الا ديالكم، بزاف منا ومنكم اللي كيعانيو من واحد المشكله اللي خايبه، اللي هي الزروقيه. الزروقيه اللي كتجي في البيطان، ما نهضرش على المناطق الحساسه الاخرى وانما غادي نهضر على الزروقيه، حيتاش اصلا هاد المنتوج او هاد البرودوي اللي جبت راه ديال خاص بالبيطان، خاص بهاد المنطقه ديال الابطين فقط، ماشي بالمناطق الحساسه الاخرى. مهم كما قلت لكم، بزاف ديال الناس كيعانيو من هاد المشكل ديال الزروقيه. ودابا في الصيف كنحاول انني بارطاجي معكم مواضيع اللي كتخص الصيف بطبيعه الحال. كما قلت لكم، ودابا في الصيف كنلبسوا يعني ملابس اللي ممكن ان البط ديالك يبان، يعني بنات كيلبسوا كسيوات وهذا ممكن ان البط ديالهم يبان. فاختي اختي ما تبينيش اختي البط ديالك الا كان زاك. اختي بعدا تهلاي في البط ديالك، عاد بيني ديك الساعه تقولي ليا كيفاش. غادي نقول لك كاينين بزاف ديال الحوايج يعني اللي ممكن يعني ديريهم باش تهلاي في هذيك المنطقه، وكاع ديك الساعه الا بغيتي تلبسي اي حاجه لبسي وانتي تايقه في راسك، هزي يديك بحال هكا وانتي تايقه في راسك، يعني ديك الساعه يعني عري البيطان ديالك وانتي راضيه عليهم، ماشي معرياهم وانتي هكاك زرقين وجهك بيض يدك بيضين وبيطانك زرقين. المهم ما علينا، كنتمنى انكم تفهموا وتكونوا فهمتوا القصد ديالي من هذا الفيديو هذا ومن الهضره ديالي. حنا البنات جنس لطيف، حنا البنات خصنا دائما نكونوا كيوت ودائما نكونوا معتنين من يعني الشكل ديالنا. وداك الشيء كيقول لك يعني واحد المثل تنقولوا حنايا بزاف بزاف بزاف. مهم مهم، منين تفكروا نقولوا لكم، منين تفكروا نقولوا لكم. خاصك تكوني مهليه في راسك دائما، خاصك تكوني دائما مهليه في راسك ومعتنيه براسك ومخده الحاله وديما الحطه تكون 5 5 يا سلام. ولكن راه ماشي ليسونسييل هو اللباس، ماشي ليسونسييل هو الشعر يكون مصاوب ولا الظفار مقادين ولا الوجه ماكي، لا لا لا، ليسونسييل هو 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 الجسم ديالك. الجسم ديالك يعني الجسم خصو يكون زوين، خصك ديما تكوني دايره لاسيغ، ديما تكوني محيده الزغب، ديما تكون رويحتك زوينه، ديما شي بلاصه عندك زرقاء كحله ما عرفتش كيفاش دايره، تحاولي تقلبي على وصفه اللي غادي تحيد لك داك المشكل. هادو خصهم يكونوا فلون بحال هكا كيف ما كتشوفوا، يعني
بحال يدي بحال المرفقين ديالي. البيطان كذلك اللي غادي نركز عليهم في هذا الفيديو خصهم يكونوا كيشعلوا اختي، يكونوا بيضين، يكونوا بحال الحليب. فكيفاش غديري هذا الشيء؟ اول حاجه النظافه، هذه اول حاجه. ثاني حاجه لي غوماج، يعني نعطيك هذا الشيء بحال هكا بحال نقط، بحال شكل نقط، وانت غادي تكوني فهمتي. يعني النظافه تكوني ساش غسلي، ماشي اختي تغسلي من 3 شهور ل3 شهور، وانما لا، الغسيل انا ننصحك انك كل نهار تغسلي، بحال داكشي اللي كيديروا البوار، كل نهار تيغسلوا، كتبقاي مرتاحه وكتبقاي اليز، ونفسيتك كتبقى مرتاحه، والجسم ديالك ما كيبقاش كيتلصق. يعني كل نهار، وكاع الا ما بغيتيش ديري كل نهار يعني تدوشي نهار نهار لا، هذه وحده. ثاني حاجه هاد المنطقه ديال البيطان خصك ضروري تكوني محيده منها الزغب، ضروري تكوني محيده منها الزغب، يا بلاصيغ يا بشفره الحلاقه، ضروري ضروري. يعني من تنقول ضروري يعني ضروري، حنا البنات ماشي بحال الدراري، الدري ممكن يعني تلقايه يعني فيه ديك داك الزغب وداك الشيء هنا عنده عادي سون سوق، مي البنت بنت، راه البنت راه كتبقى بنت، البنت كتبقى انثى، يعني خصها دائما تكون انثى بجميع المعايير والمقاييس، فهمتي؟ يعني تكوني محيده الزغب. من بعد لي غوماج بالقهوه بسنيده بالكوك، هادو كاملين ممكن ديريهم لهاد المنطقه. كذلك الحامض ديري فيه سنيده وتقومي به، الليمون اللي كيحتوي على فيتامين سي ديري فيه الكوك ولا سنيده ولا ديري فيه القهوه وتقومي به، يعني غوماج غوماج بين قوسين، استعملي اي غوماج انت بغيتي. من بعد البنات كنجيو لواحد البرودوي اللي غادي نبارطاجيه معاكم، كاين في الفرماسيان، شي حاجه واعره واعره، ماشي على قبل الريحه، هو كيحيد الريحه، هو ستيك كتحيد الريحه، ولكن خاص بهاد القضيه ديال الزروقيه، يعني خاص بهاد القضيه ملي كتبقاي ديما تحسني ولا ديما تحيدي لاسير ولا ما معتنيش بهاد البلاصه كتزرق، وديجا هاد البلاصه مغموقه، يعني ديما حنا دايرين بحال هكا، يعني مسدود عليها مسدود عليها كتزرق، فهمتوا؟ يعني كاع المناطق الحساسه بلايص اللي كيكونوا مسدود عليهم ما كيوصلهمش التهويه وكل شيء، ف كيكونوا مزموتين فكيتخنقوا وكيزرقوا، فهمتوا؟ فضروري تعتنيوا بهم، ضروري تعتنيوا بهم، ومني تدوشوا بقاو تمسحوا بقاو تنشفوا هاد المناطق هادو، لان داك الماء راه هو اللي كيبقى وكيتزمت وكيرجع لينا زروقيه. فبالنسبه للبرودوي اللي غنبارطاجي معاكم هو هذا البنات، ها هو كاين في الفرماسيان، كاين في الفرماسيان البنات. دابا انا يلا خديته مؤخرا، خديته بمية درهم البنات، سميتو الوي ديال الوي فيرا، وانا كتشوفوني كنبارطاجي معكم بزاف ديال المنتوجات ديال الالوي فيرا، حيتاش الالوي فيرا البنات خطيره، الالوي فيرا واعره للشعر للجسم للوجه لكل شيء، الالوي فيرا فيها الكولاجين، الالوي فيرا كتحمي لك لابو ديالك من بزاف ديال المشاكل كيتعرضوا لها. فهاد الالوي هذه هي ستيك البنات، ستيك هانتوما، هي ستيك ترونسبارون، يعني ما فيهاش لون، كما كتشوفوا الشكل ديالها بحال فازلين. هذه خاصه لهذا المشكل ديال الزروقيه، كنصحكم بها سواء كنتو قدي او العيالات او لا دراري دراري تنشوفوا، تنصحكم بهذه، خذوها. راه بعض المرات يطيحوا لها في الثمن، كيطيحوا لها في الثمن، قالتها لي اختي بوشرى يمكن فايت لها، خداتها هي كتاخذها ب 100 درهم، انا خديتها مؤخرا ب 100 درهم، ولكن كيطيحوا لها الثمن بعض المرات، فواحد النهار واقيلا خداتها واقيلا ب 1800 ولا ما نعرف. المهم البنات هادي كما كتشوفوا ها هي خطيره يا البنات، واعره كتحيد لك فريمون ديك الزروقيه. فهادي يا البنات ما تقوليش لي غادي تاخديها وما تكمليش بداكشي اللي كنت كنقول في الاول، اللي هو العنايه والنظافه ولي غوماج وهادشي كامل، لا، هادشي ضروري ديريه عاد كديري هادي. وهادي ما كدارش في لابو اللي كتكون مسخه، خاصك ضروري تكوني غاسله اختي ومنقيه الحاله ونقيقيه ومنشفه عاد كديريها، ماشي غير كما كنقولوا سلم عليه زرب عليه فهمتوا كيفاش؟ يعني ضروري تكوني غاسله مزيان لحمك، تكوني مدوشه منشفه. كنأكد شوفوا كنأكد على التنشاف، ماشي غير في البيطان، حتى في المناطق الحساسه لما نشفتيش راه كيتزرق لك هذيك المنطقه ضروري، لان
لان علاش بسمينا منطقه حساسه؟ لانها ما فيهاش التهويه، ما فيهاش التهويه، ماشي بحال الوجه ديالنا واليدين يعني كيتنفسوا المسام كيتنفسوا، لا هذوك المناطق ما كيتنفسوش، مغموق عليهم ومزموت عليهم. فانت الا خليتي فيهم ولو نقطه ديال الماء راه غادي تزرق لك هذيك البلاصه وتولي حالتها. وكنعاود نرجع ونقول البنات اللي كيديروا هذا الغلط ديال ان عندهم الزروكيه في بيطانهم ولابسين الكساوي هكا، ما تبقاوش ديروا هذا الغلط هذا، بالعكس اول حاجه بداو بها هي تعتنيوا بالبيطان ديالكم، وعاد ديك الساعه لبسي اختي اللي عجبك، لبسي اللي عجبك، سيري بعليا شكون قالك شي حاجه، فهمتي؟ يعني ضروري العنايه، والانثى خصها ضروري تعتني براسها، ضروري تعتني براسها. وهذا هو المبدا ديالي في القناه، هو انني نحفزكم انكم تعتنيوا بريوسكم البنات، اعتنيوا بريوسكم، وديما كونوا زوينات، ديما تكونوا نقيات، ديما تكونوا لابسين مزيان، ديما تكونوا ماكيين. لا ما ماكيتيش، ما تماكيش اختي، انتي راكي زوينه بلا مكياج، يكفي انك ديري شويه الكحول شويه العكر راكي تباني واعره. ديما ماشطه شعرك واخا ما تكونيش مصاوباه، المهم حوايجك يكونوا رقيقين باش حتى النفسيه، ماشي كتصاوبي على قبل بنادم، لا لا، على قبل راسك، حتى الا جلستي تكوني مرتاحه ونفسيتك مرتاحه. ماشي بحال انتي، جربي تكوني واحد النهار نهار كامل زوينه ومعتنيه براسك، وجربي واحد النهار تكوني ما مهلياش في راسك وتكوني هامله راسك وما عرفتش كيفاش. راه كاين فرق كبير، وما تقوليش لي ما كاينش فرق، كاين فرق كبير. ملي غادي تكوني معتنيه براسك ولابسه مزيان ومقاده ومحلقه على الحاله، راه غادي تكوني مرتاحه نفسيا. ملي غادي تكوني ما عرفتش كيفاش دايره وريحه البصله وريحه الثومه ومعتك ريحتك كتعطعط بريحه العرق، راه ما غاداش تكوني نهائيا اليز. ف اختكم فاطمة الزهراء كتحفزكم تكونوا بوغوسا ديما وزوينات ديما. تهلاو في ريوسكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، هدي ليكم، نتلاقاو في فيديو جديد اللي غادي يكون فيديو واعر واعر واعر، وديما مع الفيديوهات الواعرين، ونتمنى نكون عند حسن ظنكم كاملين. يلا سلام عليكم هاد الساعه.